في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي بحضور وزراء حزب الميزان الذين قدموا استقالاتهم، شدد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على ضرورة أن يمارس جميع الوزراء مهامهم بشكل عادي إلى أن يتم إعفاؤهم من طرف جلالة الملك. روبورتاج عبد الحفيظ المنور وعصام السول. أول مجلس للحكومة يحضره وزراء حزب الاستقلال بعد تقديم استقالة لخمسة منهم: يوسف العمراني، عبد اللطيف معزوز، عبد الصمد قيوح، ونزار بركة، وفؤاد الدويري، يحضرون في مواصلة للمهام حتى يتقرر الإعفاء من عدمه. طبعا سننتظر الجواب ولكن من ناحية العملية احنا بالطبع دي مسؤولية، من عيننا صاحب الجلالة عطانا واحد المسؤولية، خصنا نبقاو نقوموا بهذه المسؤولية حتى اليوم يتم التغيير. إذا حنا تنشتغلوا كما كنا تنشتغلوا سابقا بصفة منتظمة وبانضباط. وعكس زملائه محمد الوفا وزير التربية الوطنية رفض الاستقالة. رئيس الحكومة من جهته يعتبر أن الوزراء المستقيلين مستمرون في أداء مهامهم ما لم يتم إعفاؤهم. ما لم يعفه جلالة الملك فهو وزير كامل الصلاحيات، مكلف بالقيام بواجباته كاملة. وصل السيد رئيس الحكومة بخمس استقالات فرضية لوزراء من حزب الاستقلال، هي الآن موضوع دراسة من قبل السيد رئيس الحكومة. وكان وزراء حزب الاستقلال الخمسة قدموا استقالاتهم لرئيس الحكومة الثلاثاء الماضي باستثناء وزير التربية الوطنية الذي أوكل للجنة التأديب داخل الحزب النظر في الأمر بعد توقيفه من طرف الأمانة العامة لحزب الاستقلال.